الدرجة التانية بالنسبة للعيبة اللي لسه مخلصة امتحانات، هم لسه كان عندهم قمة في قبل الامتحانات بتلات أسابيع اللي هي التصفية بتاعت منتخب الناشئين، واشترك من عندنا 5 لعيبة في التصفية، في 2 دلوقتي في المنتخب بيتمرنوا، وبقية اللعيبة موجودة معانا. حضروا فترة الامتحانات، كانوا غايبين من التمرين شوية وبعدين رجعوا، تم تأهيلهم وبعدين بنجهزهم تاني، لأن في احتمال تتعمل بطولة كأس مصر لسه ما عرفناش ميعادها. الاتحاد لسه هيبعت لنا اللجنة الفنية هتقول لنا الميعاد بتاع البطولة، واللعيبة دلوقتي بنبدأ نعلى بالحمل التدريبي ونرجع بالمهارات اللي هما بيأدوها على جايزة. هي الدوافع بدأت تزيد لأن منتخب الناشئين دلوقتي بدأ يتجدد، لأن في بطولة إفريقيا هتبقى في شهر 5 في ناميبيا، وفي اولمبيات ناشئين هتبقى في الارجنتين. المفروض ان الاثنين اللعيبه اللي في المنتخب اللي موجودين اللي هو يحيى عصام ومحمد مختار، دول مواليد 2002 اللي هم ليهم اولمبيات ناشئين، فاحنا بنجهز ان احنا ندخل باكتر عدد من اللعيبه بحيث ان يبقى ليهم فرصه ان هم يحققوا ميداليات للمنتخب وللنادي برضه يعني احنا. ودي طبعا بتدي دفعه للعيبه اللي موجوده علشان هم كمان عاوزين يشاركوا في تصفيات المنتخب. فاحنا كنا اكبر عدد من اللعيبه في نادي واحد، كان النادي الاهلي مشارك ب5 لعيبه في تصفيات المنتخب اللي فاتت، ودخل من عندنا 2 لعيبه برغم ان التصفيات كانت بدري، يعني كان ميعادها في بدايه الموسم، كان لسه اللعيبه كلها درجه الاستعداد ما كانتش عاليه، لان احنا بنجهز اللعيبه للقمه الاكبر اللي هي بطوله الجمهوريه. يعني بطولة الجمهورية بتبقى يعني العين عليها قوي، لأن اسكندرية والقاهرة بيبقى المنافسة قوية يعني. فاحنا بنشتغل على البطولة بتاعت الجمهورية على أساس إن احنا نجيب أول فريق إن شاء الله. وطبعا في دوافع تانية، إن الصالة اتجددت والأجهزة الجديدة اللي جاية، احنا بنعتمد بقى على إن احنا يعني ندي دوافع أكتر للعيبة لما يبقى في أجهزة جاية يعني. اجهزه جديده. احنا تمنياتنا ان احنا اللعيبه كلها تبقى جاهزه وتؤدي بشكل كويس عشان نقدر نحقق اول فريق، ويبقى عندنا لعيبه في المنتخب بحيث ان احنا نظهر بشكل كويس، لان دلوقتي قوه الانديه في الجمباز بان هو يشارك باكبر عدد من اللعيبه في منتخب مصر، يعني يفيد منتخب مصر، وده بيعود على النادي لما بنيجي في البطولات الجمهوريه او بطوله المنطقه، بنبقى عندنا امل على اللعيبه اللي في المنتخب لانهم اصلا عندهم يعني استعدادات عاليه، غير اللعيبه اللي هي ما عندهاش استعدادات، ما بتتمرنش بجديه او كده، وبيحفز بقيه زمايله ان هو في المنتخب، وبقيه زمايله كمان بيتبص عليهم كويس انهم بيبقوا نازلين البطوله مع بعض، فعاوزين كلهم يبقوا شكلهم كويس. ماشيين الحمد لله كويس بخطه ثابته، وان شاء الله بنعد الفريق اللي بطوله 13 سنه منطقه القاهره والجمهوريه بعديها ان شاء الله باذن الله. هي مش منطقه، بطوله كاس مصر اسمها بطوله كاس مصر، بيلعبوا السن ده كله بطوله كاس مصر، فان شاء الله احنا بنعدهم لبطوله كاس مصر، وباذن الله بعدها بطوله الجمهوريه ان شاء الله. فتره الاجازه المدرسيه بيبقوا هم متفرغين شويه، فبنزود فتره التمرين، فتره الحمل بتعلى شويه، التقويات اللي بيعملوها بتزيد شويه، التكرارات اللي بيعملوها على الاجهزه بتزيد شويه، لان احنا في فتره المدارس بيبقوا عايزين يروحوا، عايزين يناموا، عندهم مدرسه ثاني يوم الصبح، فما بنقدرش ان احنا نكمل العدد المطلوب، فبالتالي في الاجازه بنقدر ان احنا ان شاء الله يعني الحاجه اللي بنقدر نخلصها بنخلصها باذن الله بتبقى في الاجازه. هو الحمد لله احنا بنعمل اللي علينا وبنسيب بقى على ربنا، وربنا الحمد لله بيوفقنا، لكن هو المنافسين كتير، هو اسكندريه بتنافس، وفي نوادي هنا في القاهره بتنافس، وادي دجله بينافس، الزهور بينافس، لكن احنا الحمد لله بنخش بقى عاملين لنا 1000 حساب، وعارفين ان احنا جايين عشان نكسب مش جايين عشان نلعب بس، فالحمد لله الحمد لله. هو طبعا وجود الاجهزه الجديده اللي هي ان شاء الله الجايه باذن الله هتسهل علينا كتير موضوع التدريب، لان احنا برضو هنا عوامل الامن والسلامه زي ما انت شايف، احنا بنبقى حريصين جدا ان اللاعب ما يقعش، ان اللاعب ما يتخبطش، ان اللاعب ما يتصابش، لكن اما تبقى في مراتب بقى جديده واجهزه جديده يبقى خلاص الواحد برضو مش قلقان زي ما هو قلقان دلوقتي ان هو يمرن اللاعب، لا هيبقى في بقى ظروف احسن ان احنا نمرن اللاعب احسن، ويبقى في حركات اكتر وحركات اعلى ان شاء الله. النادي الاهلي نادي متعود على البطولات، نادي متعود على المكسب، ما تضيعوش تعبكم، وما تضيعوش تعب الكابتن اللي بيوقف تعبان معاكم، وشدوا حيلكم وربنا يوفقكم ان شاء الله.